بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن الأرض مثل ما تلاحظون في الصورة كما تبدو من مسافة 180 مليون كيلومتر مثل ما تلاحظون في الصورة. هذه صورة لكوكب الأرض، على يمينها يظهر القمر كنقطة مضيئة صغيرة مثل ما تلاحظون. التقطت هذه الصورة من على مسافة أكثر من 180 مليون كيلومتر من أحد مراكب الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في عام 2010 تقريبا. صراحة ما نقول له سبحان الله. على الرغم من ضخامة هذا الكوكب، كوكب الأرض، إلا أننا لا نكاد نميزه من هذه المسافة، مع العلم أن هذه المسافة يقطعها الضوء في 10 دقائق تقريبا، يعني 180 مليون، نعم 10 دقائق ضوئية. فتأملوا معي كيف ستظهر الأرض من مسافة تقريبا بليون سنة ضوئية مثلا. بلا شك لن تظهر أبدا أمام عظمة هذا الكون. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سورة يونس آية 101. صراحة ما نقول إلا سبحان الله والله أعلم.